السلام عليكم. الدرس السابع من دورة البايثون. هذا الدرس حنتناول موضوع القواميس اللي هي الديكشنريز. أول شيء، القاموس هو متغير خاص بالبايثون وموجود بلغة تانية. شو هو الديكشنريز بمعنى أصح؟ الديكشنريز هو مثل القائمة بالضبط، بس اللي بيميزه عن القائمة انه الدليل تبعه ممكن نحطه نحنا، ممكن نختار الدليل لأي عنصر نحنا. هلا بالقائمة كان في عندي الأدلة عبارة عن أعداد صحيحة متتالية، بتبلش من الصفر لحتى عدد ال يعني لحتى ينتهي القيم اللي عندي. بينما بالقاموس أنا بختار الدليل اللي بدي إياه. يعني القاموس هو عبارة عن متسلسلة مثله مثل القائمة، بس بنوصل لعناصره عن طريق دليل نحنا بنحطه كمان. مثال، عندي مثال، ونفترض عنا قاموس اسمه English to Turkish. يساوي، أول شي كيف بدي أعرف؟ بحط يساوي، عندي هدول القوسين بنحطهم، بعدين بحط قيمة الكي. هلأ بنسمي نحنا الدليل بالقاموس بنسميه كي، يعني هاد هو مفتاح، بعدين نقطتين وقيمة لهذا المفتاح، وبنفصل بين قيمتين متتاليتين فاصلة. يعني عندي أنا حد إذا بدي أوصل للقيمة بير، لا شو هو دليلها؟ حيكون متسلسلة محرفية 1. لو بدي أوصل لإيكي، شو هي الدليل تبعها؟ هي 2، اللي هو يعني في عندي أنا معناتها القاموس بيتكون من قيمة مفتاح وقيمة، يعني هو متسلسلة مثله مثل القائمة، بس بدل ما أوصل لأي عنصر فيها عن طريق دليل يلي هن أعداد صحيحة، فيني أحط أنا الدليل يلي بدي إياه. مو شرط، يعني مو شرط يكون الدليل مبلش من الصفر وأعداد صحيحة متسلسلة، لا، ممكن يكون الدليل أي متغير، بس في عندي شرط، مو أي متغير، لا، أي متغير غير قابل للتعديل. هأشرح هاي الفكرة بس لخلص هذا السلايد شو يعني غير قابل للتعديل. هلا في عندي طريقتين، أول شي لإنشاء قاموس. أول طريقة هو بحط اسم القاموس يساوي، بعدين هدول الأقواس، بعدين بحط مفتاح نقطتين قيمة. أو أول شي بنشئ الديكشنري عن طريق هي التعليمة ديكت، وبدي اسند لمثلا بدي العنصر، أو بدي عنصر يكون دليله كلمة 1 وقيمته بير. عرفتوا شلون؟ يعني نفس القائمة بالضبط، القائمة كنا نحط اسم القائمة، بعدين نحط الدليل اللي هو 0 1 2، بعدين القيمة اللي بدي اياها اسند لهذا العنصر. فهون لا، عندي انا الدليل بدال انه ارقام صحيحة متغير، ما هون موجود قائمة فيني احطه انا احرف، يعني هون موجود عفوا من سلسلة محرفية، فيني احطه حرف واحد، فيني حط رقم أرقام 1 2 3، فيني يساوي فلوت 2.5 3 1 3.1 وهكذا. هلا إذا بدي أطبع قاموس بقول له برينت اسم القاموس، فبيطبع لي إياه بهذا الشكل. هلا بنرجع نحن قلنا إنه شو يعني غير قابل للتعديل. هلا أول شغلة، المتغيرات الغير قابلة للتعديل بالبايثون هي عندي التبلز اللي حنشرحها الدرس القادم إن شاء الله، السترينج، الفلوت، الانتجر. شو يعني غير قابل للتعديل؟ مثل ما حكينا الدرس تبع السلاسل المحرفية، غير قابل للتعديل مو انه ما فيني اعدله ابدا، لا، حاعطيكم صورة مبدئية بس توضح لي هالكلام. اول شيء ولنفترض عندي متغير اللي هو ايه، متغير عدد صحيح انتجر، بدي اسند له قيمة 1. هلا الـ A هون شو؟ 1. هلا انا رجعت حطيت له الـ A تساوي 2، نرجع نطبع الـ A فصارت 2. هي ما اسمها عملية تعديل، لا، رح اقول لكم شو صار عندي. انا عندي بالذاكرة اول شيء، او مثلا 2 3 عفوا، خلينا نكون مثل الصورة. هلا A 2، هلا ساويناها A 3 مثلا، الـ A هون صارت 3. هلا بالصورة شو عم من؟ أول شي نحنا أسندنا للمتغير A الرقم 2،
بالمرة اللي بعدها لما حطيت A تساوي 3 ما راح عدل لي البايثون بهذا الموقع بالذاكرة، لهذا خلينا نعتبره انه موقع ذاكرة هذا، فما راح عدل لي عليها وساواها 3، لا راح تركها وراح كتب بالذاكرة رقم 3 وصار يأشر هذا الـ A على هذا المتغير. فهذا نوع اسمه غير قابل للتعديل. ليش؟ لأنه أنت ما عم تعدل بنفس مكان الذاكرة، لا عم تحط مكان جديد بالذاكرة وعم تصير تأشر عليه، فهذا اسمه غير قابل للتعديل. بينما بالقائمة، القائمة مثلا بيكون عندي أنا مصفوفة بقلب منها أماكن، فلما نعدل عنصر ما بروح بغير للقائمة كلها، لا بيعدل بنفس مكان العنصر. والديكشنري نفس القصة، هو قابل للتعديل فبيعدل لي بمكان العنصر اللي عندي أنا. هي الفكرة كتير مهمة، انه شو يعني قابل للتعديل غير قابل للتعديل. طبعا نفس القصة بالسترينج، مثل ما شرحنا الدرس السلاسل المحرفية، انه انا اذا بدي اغير حرف واحد موجود بالسترينج ما بروح بيعدل لي على هذا الحرف بس، لا بروح بانشأ مكان جديد بالذاكرة وبروح بيأشر لي عليه وبيترك المكان القديم. هي فكرة كتير مهمة. لهيك انا عندي شو الشغلات اللي ممكن نساويها دليل مفتاح بالديكشنري، هو اي شيء، اي متغير غير قابل للتعديل، يعني ممكن يكون tuples، ممكن يكون string، ممكن يكون float، ممكن يكون integer. هلا مثل ما حكينا القاموس هو مثل القائمة، لهيك فيني انا اتبعه بحلقة 4. بس بدي انتبه لشغلة، هلا انا بالقائمة كان فيني احط انه 4i in range كذا عدد العناصر تبع القائمة واتبع كلها، هون ما فيني مثل ما حكينا. ليش؟ لانه الدليل هون مو اعداد صحيحة، لا الدليل هون شغلة نحن عم نحطها، فلهيك ما فيني احط الا استخدم تعليمة ال in. ف 4i in اسم القاموس، هون الاي شو عم تاخد؟ عم تاخد المفتاح مو القائمة، فبالتالي لما نحط انا برنت اي بعدين اسم القاموس واي، هون شو بيطبع لي اول شيء؟ اول شيء المفتاح بعدين قيمته. هاي فكرة لازم نخليها ببالنا، انه بعملية الفور الاي المتغير الحلقة بياخد المفاتيح ما بياخد القيم. وطبعا اذا بدي اطبع قيمة معينة من قاموس فبحط اسم القاموس وبين قوسين بحط الكي اللي بدي اطبعه. خلينا نعطي بس هيك أمثلة كتير بسيطة. مثال، أو خليني أي شيء، مثلا عفوا ايه حط لي قيمة واحد، عندي البي حط لي قيمة اتنين، سي مثلا حط لي إلى قيمة ثلاثة. هلا هون شو ساوينا؟ خلينا نركز أفكارنا شوي. بهذا القاموس حطينا المفاتيح هي A B C، بينما بقائمة لو بحط A B C ما فيني، يعني بس بيكون أعداد صحيحة بالضبط. وحطيت الكي هون A شو قيمته؟ واحد. الكي B شو قيمته؟ اتنين. الكي السي شو قيمته؟ ثلاثة. هلا مثلا اذا بدي اتبعهم بحلقة 4i in d print i عفوا بعدين di، شايفين تعاملوا مثل تعامل القائمة بالضبط، بس انه اللي اختلف عندي هون هو انه مثل ما حكينا المفاتيح او الادله هي عباره عن مو ارقام متسلسله. شايفين شلون؟ طبع لي اول شيء المفتاح بعدين قيمته، المفتاح بعدين قيمته، مفتاح بعدين قيمته. هلا الكل لاحظ معي هون انه انطبعوا مو بالترتيب، يعني ما طبع لي اي بي سي، طبع لي اي سي بي. هلا هي الشغله هلا بدي اشرح عنها بعد شوي، بس فكره انه الديكشنري ما له معنى، ما له يعني الترتيب الديكشنري ما له معنى هيك بالبايثون، يعني انت ما فينك ترتب ديكشنري. فيني رتب انا طريقة طباعته، هلا من شوي تعنات نعرف كيف، بس انا ما فيني رتب ديكشنري، يعني شو ما كتبت انا ما حيطلعوا، مو شرط يطلعوا لي بنفس الترتيب اللي كتبته، وبيطبعهم بطريقة يعني ما بعرفها، يعني مو معروفة شو هي طريقته بالطباعة، او شو هي يعني ليش هيك طبعهم. تمام، يعني طبعا بس انا بطريقة غير مرتبة.
هلا توابع خاصة بالقواميس. في عندي التابع اسمه جيت، بياخذ قاموس وبياخذ من مرق له. اول شغله في عندي ثلاث وسطاء لازم مرق له اياها بالتابع جيت. اول وسيط هو القاموس، هو الوسيط الرئيسي. بعدين ثاني وسيط هو مفتاح، قيمة مفتاح معين. بعدين قيمة افتراضية. هلا شو بيساوي هذا التابع؟ بيروح بيفحص المفتاح اللي بعثت له اياه بقلب القاموس اللي بعثت له اياه موجود. اذا موجود بيرجع لي قيمة هذا المفتاح، اذا مو موجود بيرجع لي القيمة الافتراضية اللي بعتها معه. حناخذ مثال كتير بسيط، مثلا هذا الديكشنري عندي A مفتاح B C، حطيت له اول شيء القاموس دي دوت جيت مفتاح A والقيمة صفر. شو حكينا؟ بيروح بيفحص هذا المفتاح اذا موجود بالديكشنري ولا لا. فحص موجود، فبيرجع لي قيمة هذا المفتاح اللي هو واحد. حناخد مثال تاني مو موجود المفتاح بيكون فيه، فحطيت دي دوت جيت، حطيت المفتاح زد وبعثت له القيمة صفر، فراح فحص بقلب هذا الديكشنري موجود هذا المفتاح، طلع لا مو موجود، فبيروح بيرجع لي القيمة اللي بعثت له اياها، نفس القيمة الافتراضية نفس اللي بعثتها انا. هلا هذا بنستخدمه كمسائل عدادات. هلا هدول حناخد امثلة عنهم كتير لما نكون في اجتماعات عنا. هلا ما بقدر اغطي كل الافكار، حناخد استعمالات حلوة كتير لقيت. هلا عندي التابع كيز. شو هذا التابع؟ بنبعت له ديكشنري فبيرجع لي قائمة تحتوي على كل مفاتيحه لهذا القاموس اللي بعده. مثال هذا الديكشنري نفسه دي دوت كيز، فبعت لي رجع لي قائمة فيها مفاتيحه A B C، طبعا بدون ترتيب مثل ما حكينا، ما بيعترف بالترتيب هو. هلا عندي تابع تاني اسمه values، بيشبه الكيز بس بيعد لي قيمة يعني بيعد لي قائمة بقلبها قيم القاموس. يعني دي دوت values رجع لي 1 3 2، القيم هدول 1 2 3. هلا مثل ما حكينا انه ما فيني انا ارتب قاموس، بس فيني اطبعه بطريقة مرتبة. في حيلة معينة بساويها، برنامج هيك يعني، هذا هو الكود، بحس يطبع لي بشكل مرتب. كيف؟ عرفت انا قائمة هي عبارة عن الكيس تبع الدي، يعني هون ال A C B. بعدين أنا في عندي تابع برتب القوائم اللي هو السورت، هذا تابع embedded، فحطيت L dot sort فرتب لي اياهم صاروا A B C. بعدين حطيت حلقة تتبع عادية for I in L print I بعدين D I، طب يعني طبع لي الكي من القائمة اللي هي اللي بقلب القوائم هي، بعدين طبع لي قيمة هذا الكي من الدكشنري دي، فمرقت له دي والقيمة المفتاح تبعي اللي هو الاي. بهالحالة بيطبع لي اياه بشكل كتير مرتب، بشكل عفوا مرتب بترتيب ابجدي. تطبيقات على القواميس. هلا بعض منكم قال طيب شو فائدة هذا القاموس؟ هو في له تطبيقات كبيرة بنشوف بعض التدريبات وقت الاجتماعات، بس هلا في اهم تطبيق له هو انه استعمله كذاكرة. كيف يعني كذاكرة؟ هلا اذا بنتذكر نحن التوابع اللي فيها العودية، فيها الريكيرجن، في عندي تابع الفاكتوريال. هلا اذا بتلاحظوا انتو بكل مثلا في عندي الفاكتوريال للعشرة ولنفترض. هلا اول دورة للتابع عندي شو ساوى فيها؟ راح طلع انه 10 ضرب 9 عاملي، رد هي التسعة رجع لي اياها قد يحسب العاملي تبعها، رد الثمانية كمان بده يرجع يحسب العاملي تبعها، وهكذا. هلا انا لما بدي ساوي توابع تانية، لما بدي ينفذ البرنامج مرة تانية، فعم يرجع يستخدم التسعة عاملي مرة تانية، عم يرجع يستخدم الثلاثة عاملي مرة تانية، عرفتوا كيف؟ وهكذا. فانا ليش لخليه ينفذ كل هالتنفيذات؟ لا، بحط ديكشنري وبسند له قيمة لا بسند له باخذ انا القيمه الكي اللي هو ان، اللي هو اللي بدي احسب له انا الفاكتوريال، والفاليو تبعها تكون قيمه هاي الان تبعها، يعني قيمه العاملي تبعه. هلا عندي اول شيء بحط انا تابع، او بحط ديكشنري اسمه نون، اسمه ناون. بحط مثلا صفر. هلا الصفر نعرف ان العاملي للصفر هو واحد، فحطيت صفر هو كي والقيمة تبعه هي واحد.
اجيت هون بتابع الفاكتوريال، ضيف فاكتوريال ان، if n unknown، اذا مع اذا ال n موجود بهذا الديكشنري تبعي فريترن noun n. شو ساوى بهالحالة؟ هو راح عم يشوف هلا اذا انت بعثت له مره، هلا انت طبقت اول مره العاملي للعشرة مثلا، رجعت طبقت انت العاملي لل11 بتنفيذه ثانيه للبرنامج، فمشان ما يرجع يحسب هو العشرة مره ثانيه، العشرة عاملي مره ثانيه عندك، راح بيشوف اذا موجود العشرة عاملي موجوده بالديكشنري تبعي او لا، اذا موجود فبرجع لي قيمته فورا مشان ما يرجع يحسبه. عفوا، هي اول شرط عندي، يعني هو نفسه شرط الايقاف، انه بس خليت شرط الايقاف وبقلب ديكشنري هنا. بعدين قلت له result يساوي n ضرب فاكتوريال n ناقص واحد. وبعدين شو عملت انا؟ هلا طالما انه ال n مو موجود بالديكشنري تبعي، فلازم انا ساوي بعد ما حسبت القيمه تبعه حطه بالديكشنري تبعي، فحطيت انه حط لي الكي تبعي ال n والقيمة تبعها هي القيمة يلي حسبتها أنا. لهيك ما رجعت أنا، يعني ما برجع بحسبها مرة ثانية، لا بحسبها بس مرة وبحطها أنا بالديكشنري تبعي، بعدين برجع القيمة النتيجة تبعي. هناخد بس هيك تطبيق عنه، هذا هو التابع اللي كتبته. هلا إذا حابين مثلا حطيت هون برنت 10 فاكتوريال 10، خليني كمان احط لل11 مثلا، وبعد ما اخلص خلي لي برنت النون. حننفذ بقى التابع ونشوف الخرج عندي. هلا اول شيء حسب لي العشرة، انا رجع حسب لي ال11، بس شو ساوى هو بالعشرة؟ راح حسب لي العاملي للواحد وحطه بالديكشنري، حط الواحد وهي قيمته. اثنين نفس القصة، العاملي تبع الاثنين هو اثنين، العاملي للثلاثة هو ستة، العاملي للأربعة هو 24، وهكذا هيك لوصل للعشرة. هلا بال11 راح شو ساوى؟ قال لك 11 ضرب عاملي العشرة، فمشان ما يرجع يحسب عاملي العشرة من أول وجديد لقاه موجود بالديكشنري خالص. هيك أنا بكسب وقت التنفيذ. طبعا هي القصة فيني أعملها بتقريبا أغلبية توابع العودية، مثل مثلا تابع الفيبوناتشي، حنعطيه إن شاء الله كتدريبات بالوقت الاجتماعات. هلا في شغلة حابب اشرحها، هي المتغيرات العامة، هي ما لها علاقة بالديكشنري، بس بما انه انا استعملت شغلة حطيت، اذا انتبهتوا رحت حطيت انا متغير خارج تابع، وبقلب هذا التابع عدت استخدمت المتغير تبعي هذا بدون ما امرق له اياك بسيط. هلا في عندي هون هذا بنسميه متغير عام صار. هلا اذا كان المتغير العام اللي عم اتعامل معه انا عبارة عن متغير قابل للتعديل، يعني ديكشنري أو قائمة، فما في داعي ساوي أي كود إضافي بقلب التابع. أما إذا كان متغير غير قابل للتعديل فلازم أعمل آلية تانية للتابع تبعي. هلا أول مثال شفنا هون، ما عم اشتغلنا مع النون كأنه متغير، كأنه متعرف بقلب التابع، يعني بشكل كتير عادي تعاملنا معه، ما في أي شيء غير طبيعي بالتعامل مع، يعني عم نتعامل معه مثل ما بنتعامل معه مع اي تابع، مع اي متغير تاني. بينما اذا كان مثلا في عندي تابع، في عندي عفوا متغير يلي هو انتجر، مثلا بدي احط انا عداد، بس هذا العداد بدي اخليه برات هذا التابع مشان اتم حافظ على قيمته. فشو بدي اساوي انا؟ هلا طبعا مثل ما شرحنا قبل شوي انه الانتجر هو متغير غير قابل للتعديل، فغير قابل للتعديل يعني بدي اساوي له شغله. شو هي؟ بدي اكتب كلمه جلوب، اول شيء بعرف التابع، انا بعرف المتغير برات التابع بشكل عادي، كاونت يساوي الصفر، عرفته اسنت له قيمه الصفر. هلا عندي انا التابع هذا ديف انكريمنت،
بكتب كلمة global بعدين اسم المتغير قبل ما استخدمه لحتى يقدر استدعيه، حتى اقدر اعدل عليه واستدعيه من قلب التابع، بعدين بحط التعديل اللي بدي اياه. هلا اذا ما بدي اعدل عليه بس بدي استدعيه من برا، فما في داعي للجلوبال كاونت. يعني مثلا اذا كان في عندي قيمة البي اي مثلا 3.14 فيني احطها برا هون واستعملها بقلب تابع عادي، بس ما بصير اعدل عليها. اذا بدي اعدل على اي قيمة موجودة، على اي متغير موجود خارج تابع، فلازم اكتب جلوبال بعدين اسم التابع، اسم المتغير عفوا، بعدين بعدل عليه اللي بدي اياه. ناخذ مثال بسيط كتير. هذا التابع نفسه خلينا نكتبه كانت يساوي صفر، فديف increment. هون مثل ما حكينا بدي اعدل عليه، فبكتب انا global count بعدين بحط عملية الزيادة تبعي. هلا بقى هل بكتب انك زود عندي بطبع الكاونت طلع عندي واحد، برجع انك عفوا بطبع الكاونت صار 2. شايفين؟ طالما انا كتبت جلوبال بعدين كاونت صار فينا اعدل عليه. هلا تعالوا نشوف اذا ما بنعدل على بدون ما نكتب كلمة جلوبال. خلينا نشوف هون، ما فينا نرجع. طيب نرجع بنكتبها، نكتب التابع بنعرفه من جديد. بعدين كاونت زائد يساوي واحد. هلا خلينا نكتب انك عفوا انك. شايفين اللي ما قدرت اعدل عليه. هلا اذا بدي اعرضه عرض بقلب اذا بدي استخدمه استخدام بدون تعديل بقلب الفانكشن ما في مشكله، اما اذا بدي اعدل عليه فلازم اكتب كلمه جلوبال بعدين اسم المتغير لحتى اقدر اعدل. هذا كل شيء لدرس اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. نلتقي الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.